こんにちは、かなやんです。こんにちは、かなやんです。アッサラムアレイクムワラハマトラ、アナ・カナヤン、ミナル・ヤバン。ワアナ・ウカディム・フィー・ハディヒル・カナーツ・マリファ・ワ・マルマト・アニ・ロガティ・ヤバニア。ワアナ・ダラストゥ・タリミ・ロガティ・ヤバニア・リラ・ジャニフィリ・ヤバン。ワハリアナ・アナ・ウダリス・バド・トゥ・ラブ・フィル・ウルパ。ワミン・カブラナ・クンタ・アイフィル・マグレブ・ファ。アイダン・ハナク・アナ・ダラスト・バド・トゥ・ラブ。ミナル・マガリバ。وفي هذا اليوم في هذا الفيديو أنا أريد أن أشرح الضمير في اللغة اليابانية خصوصا الكلمة أنا كيف نقول أنا في اليابانية وهناك السؤال الكبير إذا كان في اللغة اليابانية موجود الضمير وفي البداية سأريد أن أتحدث ما هو الضمير ما هو الضمير ضمير هي هذه الكلمة مثلا أنا أنت وهو هي هم شيء آخر وهذا يشير إلى كلمة آخر كلمة أخرى الضمير يشير إلى كلمة أخرى مثلا إذا قلت اشتريت الكتاب وهو مفيد اشتريت الكتاب وهو مفيد في هذه الجملتين هناك يوجد هو وهو الضمير وهذا هو يشير إلى الكتاب ولذلك هذا بمعنى اشتريت الكتاب وهذا الكتاب مفيد ولكن في اللغة العربية يمكن أن نقول بهذا الطريق بدون ترديد أو تردد نفس الكلمة مرتين أو ثالثة وهذا في اللغة اليابانية نقول 本を買いました役に立っています本を買いました役に立っています。で、フィハディヒルジムラ、ワラキンのほなか、ラユージャーハザダミル、フィラアラビアホワワキンのフィリアバニア、ハイルマウジューハザダミル。は、本、ホワキタブ、オホワキタ、フィラアラビアハザファタハ、シタレトルキタバ、ハザルファタハ、ホワ、オフィロティリアバニアハナ。わかりました、ハザイシタライト、イシタライト。は役に立っています。はざ、くるら、くるるじゅずはざ、ほわ、びまな、むフィード、むフィード。は、フィーハディヒルハルフィル、ジムラティリヤバニア、あがるまうじゅずはざ、ほわ。は、はざさ、たださ、あにらん、たるきぶるジムラティリスミヤ。は、フィル、たるきぶるジムラティリスミヤ、フィリヤバニア、な、くると、えっと、まらっ、フィーハディヒルかな、みなるビダヤ。は、ほわ、あるむぶただ、はアルハバルです。マサラン、私は日本人です。私は日本人です。私、アナは日本人、ヤバニーです。私は日本人です。ビマナ、アナ、ヤバニー。ワラキナ、アのクルトゥ、ハザカナ、ルパマフィアルビデオサニフィハディヒルカナト。アナクルトゥ、インナフィル、タルキブル、ジムラティリスミアル、ヤバニア。アルムブタダ・ガイル・ラズム。アルムブタダ・ガイル・ラズム。フィハラティ・ラティ・アルムブタダ・ワデ・ミナシアク。フィ、イザ・カナルムブタダ・ワデ・ミナシアク。フィル・ジムラティ・リスミア・リヤバニア・アルムブタダ・ガイル・ラズム。ユムキン・ナティス。は、リザリカ・フィ・ビダイアティ・ハザル・ビデオ。アナ・クートラコム。こんにちは、私はカナヤン、こんにちは、カナヤンです。アナクルトゥ、ファカト、こんにちは、カナヤンです。こんにちは、カナヤンです。は、ハザヤニ、カナヤンはイスミ、ハザ、ワルキナライサイスミサヒ、ワルキナヒハリヒカナタナウサミ、カナヤン。は、イザクルトゥ、クルトゥ、イザクルトゥ、こんにちは、カナヤンです。アナラマクル、こんにちは、私はカナヤンです。私はビマナ、アナ、私ビマナアナアナハザはユムケのナクルタバンヌこんにちは私はカナヤンですワキのフィハビデアティハディビデオアナクルトファカトこんにちはカナヤンですビルニアルムブタムブタダリアナフィビデアティビデオアダタンアルムタハディスヤクルアサラマレコムワヤクルイスマリザリカアナクルトファカトカナヤンハザホイスムワデスハザラビットフィルフィルオティヤバニア
وإذا قلت كنيان ديس هذا من السياق واضح من هو كنيان هذا أنا ولذلك في بداية هذا الفيديو أنا قلت فقط كنيان ديس هذا ممكن في اللغة اليابانية لأن التركيب الجملات الاسمية اليابانية فيها المبتدأ غير لازم ولكن في اللغة العربية مبتدأ لازم تركيب الجملة الاسمية العربية يطلب من المبتدأ دائما ولذلك موجود هنا الضمير وعندما نفكر متى يمكن أن نستعمل هذا الضمير في اللغة العربية مثلا في هذا المثال اشتريت الكتاب اشتريت الكتاب وهو مفيد وهنا لست علي أن أقول الكتاب مفيد لا لست علي أن أردد نفس الكلمة مرتين ويمكن أن أقول هو في مكان هذا وهذا هناك شيء مهم جدا وفي حالة التي إذا كان هذا المبتدأ واضح من السياق إذا كان المبتدأ واضح من السياق يمكن أن نقول في مكان هذه الكلمة في مكان ترديد الكلمة هذا ويمكن أن نقول هذا الضمير وهذا هو الشرط استعمال الضمير في اللغة العربية وهذا نفس الشرط كما قلت أن الجملة الاسمية في اليابانية المبتدأ غير لازم ولكن هناك شرط وإن إذا كان المبتدأ واضح من السياق وهذا هو الفرق تركيب الجملة الاسمية بين اليابانية والعربية إذا كان المبتدأ واضح من السياق في العربية يمكن أن نستعمل الضمير وفي اليابانية بدون المبتدأ ومن هذا بهذا السبب في اللغة اليابانية الضمير غير متطول الضمير في اللغة اليابانية غير متطول يمكن أن نقول أنا أظن شخصيا وقرأت بعض الكتب تقول هذا وخصوصا أنا أفكر بالنسبة لفكرتي أن الضمير في اللغة اليابانية غير موجود في اللغة اليابانية عندنا ليس ضمير هذا هو فكرتي لست متأكد إذا كان هذا صحيح ولكن على الأقل أنا أظن كذلك ولكن طبعا في اللغة اليابانية موجودة كلمة بمعنى أنا ولكن هذا ليس ضمير الضمير هو شيء ما من الكلمات النحوية أو الوظيفية إذا مثلا إذا قلت أنا هذا يعني المتحدث هذا يشير إلى المتحدث هناك لا يوجد معرفة أو معلومات أخرى فقط المتحدث ولكن في اللغة اليابانية كلمة بمعنى أنا هناك عدة كلمات مثلا أنا كتبت هنا من تحت مثلا واتاكوشي واتاشي بوكو أوري أكذلك وخصوصا هذه الأربعة هذا هو الرئيسية وهذا هو واتاكوشي هو المهذب الأكثر مهذب وأوري أقل مهذب واتاشي هذه الكلمة أنا استعملت في الفيديوهات في هذه القناة لأن هذا المتوسط المستوى المتوسط وهذا أقل عادي من هذا السبب دائما أقول في مكان أنا أقول دائما في هذه القناة واتاشي وربما أظن عندما تدرس اللغة اليابانية يمكن أن تقول دائما واتاشي في البداية لست في حاجة إلى واتاكوشي بوكو أوري أشياء أخرى وإذا رأيت الكتاب لتعليم اللغة اليابانية دائما هناك مكتوب أظن 100% تقريبا في البداية دائما الكلمة واتاشي في مكان أنا وهذا هذه عبارة عادية وهناك واتاكوشي هو أكثر مهذب وأحيانا إذا تقرأ
manga of Isato Shahid from anime. Aidat malat tasamir, masalan boku au ore au shihaja okura. Waki na hadihi fil bidaya lupama. Yumkin anada aksa minal aksa nan tafamuna, walakin la fi hajatin irali istiamala. Wa هذا هو الشيء هذا واحد هذا السياق أو كيف نقول وهذا هو القياس قياس واحد ولكن هذا قياس عادي في اليابان ولكن عندما نذهب إلى المدرسة عندما كنت صغير ودرست عندما درست في المدرسة الابتدائية مثلا هذه الكلمة واتاشي هو عادي في بشكل عام هذه الكلمة تستعمل فقط البنات كلنا واتاشي دائما ولكن الرجال أو أولاد يقولون بوكو والولد في المدرسة الابتدائية لا يقول في أي حال واتاشي وفي نفس الوقت البنت لا يقول بوكو ولكن هذا فقط في مدرسة الابتدائية والجامعية ربما ولكن عندما نكون كبير ومثلا عندما نشتغل في الشركة في الحياة العادية الرجال والبنات كلاهما نقول واتاشي ولذلك هذا القياس ليس لا يوظف دائما ولكن عاديا في حياتنا العادي نقول إن واتاشي هي الكلمة العادية وغير ذلك يمكن نقول أتاشي أشي أو كوتشيرا كوتشي أو جيبون أو أشياء أخرى فمثلا هذا أتاشي هذه من هذا الكلمة واتاشي وبدون دبليو في البداية وهذا أيضا غير مهذب وهذا في استعمال خاص هذا لا في البداية ربما لا تحتاج إلى هذه القيمة والشي هي أيضا من هذا وهذا تا يتغير إلى شي ونقول الشي وكوتشيرا هذا بمعنى هذا الطرف وذلك الطرف وطرف عندي وبهذا المعنى هذه يمكن أن نستعمل مثل الكلمة نحن وقدشي أيضا قدشي هو القدشرة هذا الطرف غير مهذب وجبن هذا بمعنى نفسي وهناك عدة عبارات أخرى التي تعني أنا في اللغة العربية ولكن في البداية العبارة العادية هي واتاشي وهذا هو كل شيء أريد أن أشرح وأتحدث في هذا الفيديو وبالنسبة لفكرتي في اللغة اليابانية غير موجود التمير حتى الكلمة بمعنى أنا هناك عدة كلمات وكل واحد من هذه الكلمات عنده معلومة أخرى عن المعنى التي تشير إلى المتحدث وبهذا المعنى هذه الكلمات أظن أنهم ليست الضمير وهذا هو ما أريد أن أقول في هذا الفيديو وشكرا جزيلا على المشاهدة وإذا كانت لديكم سؤال يمكن أن تكتب من تحت في هذا الفيديو وشكرا جزيلا وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله